السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاجل، 6 غيابات تضرب نادي الزمالك في مباراة القمة أمام النادي الأهلي. يغيب 6 لاعبين عن نادي الزمالك خلال مباراة القمة أمام النادي الأهلي في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن مباراة الجولة 10 من المؤجلات المسابقة الدوري نايل للمحترفين، والتي تقام على ملعب استاد القاهرة مساء يوم الاثنين المقبل. يتغيب أكثر من لاعب من نادي الزمالك عن مباراة الفريق أمام النادي الأهلي في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن مباراة مسابقة الدوري النايل، محمد عبد الشافي بالإضافة إلى محمود حمد الونش ومحمد صبحي، محمود علاء يوسف وإبراهيم أوباما بالإضافة إلى محمد أشرف الذي باب قريبا من الخروج من المباراة أيضا بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية. وسيكون الثنائي نبيل عماد دونجا بالإضافة إلى حمزة المثلوثي مهددين بالغياب عن مباراة القمة أمام النادي الأهلي بسبب تراكم